زين الدين زيدان المدرب الأسطوري بيفتح النار على جراهيم بوتر مدرب تشيلسي بسبب ظلمه الدائم للنجم المغربي حكيم زياش. كذلك زين الدين زيدان بيطالب زياش بالرحيل فورا والذهاب إلى هذا النادي. عن كل هذه التفاصيل سنتحدث. أولا، زين الدين زيدان فتح النار وشن هجوم كبير جدا على جراهيم بوتر مدرب تشيلسي بسبب ظلمه الدائم للنجم المغربي حكيم زياش، حيث أكد زيدان بأن الجميع في فريق تشيلسي يأخذ فرصة باستثناء النجم المغربي حكيم زياش. وأكد زيدان بأن زياش هو أفضل لاعب تشيلسي بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، وبالرغم من ذلك لا يأخذ الفرصة تماما. أيضا زين الدين زيدان نصح زياش بالرحيل فورا عن فريق تشيلسي من أجل عدم تدمير موهبته أكثر وأكثر. وأكد زيدان بأنه مثله مثل باقي العالم سمع عن مفاوضات ميلان مع تشيلسي من أجل زياش، ونصح زيدان زياش بالرحيل فورا إلى ميلان، حيث وصف زيدان وضع زياش في ميلان بأنه سيكون ملكا لميلان إذا رحل إلى العملاق الإيطالي، وسيكون أفضل لاعبي الدوري الإيطالي. في النهاية كل التوفيق للنجم المغربي حكيم زياش، وهنفضل وراه، هنفضل في ظهره، هنفضل سندين ليه أيا كان وجهته المقبلة أو حتى استمر مع تشيلسي.